الختام سألنا عن الجدل حول لجنة تحكيم أرب آيدل العراق. اختيار حاتم العراقي كان موفق. رحمة ما تقدر تقيم ولا سيف يقدر يقيم، يعني هم يرادوا لهم ناس تجي تقيمهم من جديد. فنانين حلوين دي يقدمون، هو بعد الحد عنده جمهور وعنده فانز ودي يشتغل، فممكن عنده تصير اخفاقات، نزل اغاني ما ضربت. اعطيني لجنة تحكيم الى جانب حاتم العراقي اسمين بتقول فاتن، هيدول الاسمين اذا انطرحوا الشعب العربي والعراقي حيكون راضي. اول اسم ارشح الفنان والملحن علي صابر، لان صاحب اغنيه، صاحب رساله، وعاصر اكثر من جيلين. من جيلين. الاسم الثاني فنان عنده الحان جنن، وليد الشامي. اليوم نعرف نحن انه هالبرامج هي لعبه تجاريه للمحطات، وممكن رحمه وسيف السامي بتجيب مشاهده، بتجيب دعايات. المهم اليوم اذا عرض عليهم مثل هالبرنامج برايك كان لازم يرفضوا؟ كان لازم يرفضوا احتراما للفنانين الموجودين بالساحه العراقيين المهمين، وللمصنع العراقي والاغنيه العراقيه المفروض هم يحترمون مكانه الاغنيه العراقيه ويحتذرون. اليوم اني هسه لو تجيني هيك فرصه واشوف نفسي انه اني ما اقدر اقيم. بترشحوا ليكون ببرنامج؟ لا مصطفى ما ارشح، نكون صريح. يعني ليش احكي لك؟ حاشين هذا الموضوع ما ارشح. يعني احنا بعد لنا وقت، يعني ما احنا 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 نقيم. احنا هسه بالوقت الحالي نريد العالم تقيمنا. عندنا ناس كبار بالوسط الفني يقيمونا. بتعرفوا ليه انتم ناجحين؟ لانكم حقيقيين. نحن كجمهور بنحب الفنان الحقيقي بكل شيء بيعمله. بدي اتشكركم. ناطرين ليله عراقيه ان شاء الله بوجود. ان شاء الله حتكون ليله لا تتنسى. وسلموا لي على علي ونشوفكم اذا الله راد على المسرح. تحياتنا لعلي.